اسمي عمرو سعيد، بطير طيران. كل يوم باجي هنا وبطير، بخلص يوم يعني باجي لغايه الفطار واطير وافضل طير كل شويه. انا وابن عمتي قعدنا نعملها اللي هو واقف هنا عبد الله، عملناها بالبوص والخيط والكياس. بعد كده اما جايبين خيط وبنعملناها وبين لنا، كل يوم بنيجي هنا وبنطير، بنمسك ونفضل نسيب الحبل ونفضل نغمز لها. ده اللي احنا بنعمله. الطريقه اللي احنا بنجيب الديل وبنصوره وبنطر الطياره، والطياره هي وبتطير بتفضل تقلب، انت بتقلب بتفضل تغمز لها عشان ما تقلبش. بس كده احنا كل ده اللي بنعمله، بس زي ما الخيط يجي بنطير. موضوع الطياره ده احنا واخدينه تسالي، بنرفع عن نفسينا، بنضيع الصيام كده يعني، بنفرح بيها العيال الصغيره. بعملها لابني برضو، بعملها لابن اخويا وكده يعني. بعملها ونجيب بوس وبنجيب خيط وبنلفها زي ما انت شايف كده حضرتك، وبنكيسها ونطيرها اخر النهار قبل المغارب كده، بنتسلى بقى شويه احنا واصحابنا كده يعني. بنجيب مشمع اكياس شنط وبنقطعها وبنكيسها وبنربطها وبنعمل لها ديل زي ما انت شايف كده، وبنطيرها اخر النهار. لازم يكون كل ديل على حجم طياره معينه، كل يعني الديل لازم يطول على طياره كبيره، كل ما الديل يصغر مش هتطير معاك وهتقعد تلف. لا كام شله دي على حسب بقى انت عايز تبعدها مسافه كبيره، بتجيب لها 10 شلل 15 شله 20 شله على حسب ما انت عايز تبعدها، 200 متر 300 متر 500 متر، كل ما انت عايز تبعدها اكتر بتجيب شلل خيط اكتر. ممكن يكون مثلا واحد على سطح جنبي واحد على سطح جنبي، بتلاقيهم بقى بداوا يصنعوا على بعض، بتصطادها منه بتدي له نص كده بتتقطع، بنعمل غيرها كده يعني. خطوة الطيران هو الخيط بتاعك بيشبك في الديل عنده او بيشبك في الخيط بتاعه، واللي يلم اسرع بقى اللي يلم اسرع هو اللي يكسب. هي هوايه ومتعه وتسليه وقت ولا اكتر ولا اقل يعني، مش حاجه اساسيه بس الواحد بيضيع وقته، وحاجه ترفيهيه ولعبه برضو زي اي لعبه. برضو الطيارات كل ما الطياره تكبر مثلا حجم كده، الطياره ما ينفعش عيل صغير يمسكها عشان بتبقى كبيره وبتشد جامد وممكن تسحب عيل. فكل طياره اما تكبر بتبقى ليها عمر معين، الطيارات الصغيره دي ممكن مثلا اي طفل يلعب بيها، انما كبرت زي كده ما ينفعش طفل يلعب بيها، دي بتبقى للشباب الكبيره مثلا، في زي ما انت عايز متر ونص 2 متر 3 متر.